بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا زيد قناة أصوات الدريوش ديال الثانوية الإعدادية الدريس الأول ذي ميضار، كيدون مدير إعدادية الثانوية. النهار اللي جينا هذا مقران باش نتعرف زي المؤسسية باعتبارها غير المؤسسة الرائدة للإقليم وتتم زوار ذي قيسين التجربة يعني الريادة. النهار غاتو غانا شوية التشجير ذي المؤسسة، حضانا كيدنا مجموعة من الفاعلين ذي المجتمع المدني أميضا، زيس تشكاغ زيس بالمناسبة يا زيس تشكاغ المديرية الإقليمية لجميع موظفتها وبصفة رئيسها السيد المدير الإقليمي، رئيس جمعية الآباء السيد خالد عروض خل المجهودات الجبارة خنضي تقدام، وكذلك الجمعيات المدنية ذي الإقليم، مجلس البلدي للإقليم، معرض ونتشكى على كل الجنس يسمي الناس، السلطات المحلية السيد القائد السيد الباشا كل شيء تشكى كن معرض ون نتمنى المسرقة ذي شن نستي نظن تصبح من يكن غيني يجنو بدأت تمزيان تخل المؤسسة ثانية تثديج المؤسسة دشن دوغار 1975 باعتبارها اول مؤسسه ديال اقليم الدريوش وتغادر السجن من اقطاب النظام، والحمد لله ما شفت وراه كلشي دير كلشي بقى مزيان الحمد لله، ونتمنى زي سيدي ربي العالمين يوفق غال المهمه ثانيتها ان شاء الله. غير مهمه التشجير وغنتعاود اس الهيكله الحمد لله ما شفت وراه بقى قون نلقى شي حاجه نتشجير نهارا زيت لجنة بادرة تصبحت الجمعية الآباء ذي إقليم ميضا، وين شي حاجة الأشجار نحاول إن شاء الله نكثف المساحات الخضراء، لأنه المساحات الخضراء أنت ديج المتنفس المتعلم وديج حاجة مهمة. السلام عليكم ورحمة الله، كيدوم أريس الجمعية أمهات وآباء تلاميذ إعدادية إدريس الأول ميضا. المهم بالمناسبه هي نطحب زي الصحافه النخ سي ميمون بوعزاتي ونتقدم شي جن تحيه الطام قرن تخدم جهودات تقد حمد تاس ذات واكب الانشطه يعني اي توقيع عندي ثندين النخ اميضه نتشكاري شطاس زي المنبر وقنيتيني ما مش نتشكى سيد الباشا ميضا والسيد رئيس بلديه ميضا الاعضاء الناس ظل حضور مره كيخي حضان دقنيتيني بالمناسبه نقى نهاري العمليه نتشجير نار شويه يعني الورود كذا الى اخره. بالمناسبه الاعداديه يا يعني زي ثمزوره يجي خرقن دي اقليم الدريوش دي سنه 1975 ونتث اول اعداديه ثوذف دي الرائده على الصعيد اقليم الدريوش. المهم نشي نقاق خنت كثير مع النخ كرئيس جمعية الأعضاء إكيذيا نتقل الجمعية نتقل إجن مجهود ضم قران ذيني إن شاء الله المشاريع نغني مستقبلا نشين ثورة يعني نازو نقل إجن الإشعاع المؤسسة ثقني تيني إي الصفوغ الأطر ضم قران دكاترة أساتيدا قضاة محامون المهم الطاس الأطر أقن غانخ تخرج نصا زي الإعدادية ثقنيتين تقدم الشكر إمارة إنك كي حضان ثقنيتين نهارا تقدم الشكر مارة إيوذان إخي تعاونا كما تشكى السيد مدير الإقليمي التعليم يتقدم خطاص يعني الإعدادية ثقنيتين خميني تقران تاتي زمان سحو متف تنجح المؤسسة إن شاء الله، والمؤسسة غاس تقريبا شن 985 تلميذ إذا يتمارسن. بالمناسبة تقدم خيجن التحية السيد مدير المؤسسة سي سفيان عزوزي ربدا يازمان خثي ورا يعني الإعدادية ثقنيتين بالضبط. المهم تبلغ خيجن هي مره اني ساكن زي الاعداديه نتشكركن بزاف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.